اهلا ومرحبا بالمتابعين الاعزاء ديالي. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد البغرير صحي اللي هو بالقمح الكامل. القمح اللي بالنخال ديالو ما تنستعملوش فيه الدقيق الابيض، كيف ما غتشوفوا معايا بسيط بزاف وسريع، ما تيحتاجش مده طويله ديال التخمير ديالو. غادي نحتاجو جبانه ونص ديال الدقيق الكامل كما تشوفوا معايا. الزلافه اللي عبرت بها هي ديال الحميره هذه. عندنا جوج كيسان ديال المدافي تعبر بالكاس ديال العنب تقريبا، كذلك عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده مع قبيصه ديال الملحه. ما نستعملوش ملح بزاف لان كيف ما تنعرفوا البغرير تندهنوه بالعسل، وكيف ما تعرفوا ان الخميره والملحه الملحه تقتل الجهد ديال الخميره. عندي هنا خميره كيماويه. بالنسبه للناس ديال المغرب اللي كيعيشوا في المغرب يعملوا جوج خمارات حمرين ديال الارزه، بالنسبه لي هنا عندي بالنسبه هنا في فرنسا انا غادي نعمل الناس ديال فرنسا يعملوا غير ساشي وحده. ندوزو الطريقه. ناخذ غادي نصب فيه الماء ديالي، قبيصة ديال الملح، معلقه ديال السنيده، خماره كيماويه بالنسبه للناس ديال فرنسا، بالنسبه للناس ديال المغرب يعملوا جوج خمارات. تشوفوا كيف ما كيفاش الخماره تفاعلت مع السكر. غادي نحاول ندير الدقيق. غادي نطحنو حتى يبانو ليا الفقاعات بدا يتدارو في السطح ديال الخليط. تنخلطو حتى تيتكون الفقاعات بهذا الشكل. بالنسبه لي الدقيق كان عندي تيتشرب السوائل، ضفت تقريبا كاس اخر ديال العنبه، يعني في المجموع 3 الكيسان ديال العنبه. نتوما على حسب نوعيه الدقيق ديالكم غادي تحطوا قدامكم المدافي، غادي تبداو اول مره بجوج الكيسان ديال المدافي وفيغ ميزور كتبقاو تضيفو حتى تحصلوا على القوام المطلوب. بالنسبه لي مرغه ودار الفقاعات غادي نغطيه ونخليه يرتاح 10 دقائق ونتلاقاو باش نقومو بالطهي ديالو. النقيله تكون سخينه، غادي نكبو كميه من الخليط. غادي تشوفو معايا وشويه بشويه غادي يبدا يتقب لينا. نتمنى الصورة تكون واضحة. فاش نلاحظو هكا الدخان بدا تيخرج ما بين الفقاعات
دونك راه حطا غير الماء النهائي اللي بقى في الخليط ديالنا بدا يتبخر سواء في الكريب سواء في البغرية. هذه هي لا تكنيك ديالو باش نعرفوا الطاب. هاو الدخان دابا نعاود نفرمي لكم الغليرة اخرى. هما البغريرات ديالنا اصبحوا جاهزين. بالنسبه لهاد المقادير تقريبا خرجوا لي 10 الحبات. انا رافقتهم بزبده بلديه تتبان بحال شي ديبول دكلاص ولا حاجه غير الزبده، وغادي نرافقهم بالسيرو ديغابل. يمكن تعملوا بالسير ولا اي سيرو عندكم نتوما. بالنسبه للسيرو ديغابل غادي نضيفوا ليها الان